يقول المثل الفرنسي إذا قلتها فقلها مع وردة. فبداية حديثنا مع السيدة هند أبي اللمع راح نتجيب وردي، تفضلي. شكرا. طبعا أكيد كلكم شفتوا هند أبي اللمع في العديد من المسلسلات التلفزيونية الناجحة، وسمعتوا أحاديث منها منوعة حول العديد من أعمالها الفنية. اليوم راح نقدم الممثلة والأميرة هند أبي اللمع الإنسانية. أحسن شيء. طبيعي أنت دائما بتبيني باستمرار فاتنة وصبية، وبالحقيقة طبعا فاتنة وصبية وأنا أشهد ذلك. شو أنا خيارة؟ المشاهدين بتأكدوا من الحقيقة من خلالي أنا. قديش عمرك يا مدام هند؟ حدا بيسأل هيك سؤال؟ يعني شو ما قلت لك عمري مش حتصدق. لا، لأنه أنا بدي أوصل معك لنتيجة أنه أجمل 10 سنوات في حياة المرأة بين أي سنة وأي سنة؟ بين 30 و40. لا، أجمل 10 سنوات في حياة المرأة بين 28 و30. إذا بدك. طيب هند، قديش صار لك بالفعل بتمارسي التمثيل التلفزيوني مع أنك أنت عشتي خارج الكاميرا فترة طويلة جدا؟ التمثيل بس؟ أي يعني صار لي شي 7-8 سنين يعني. بس 7-8 سنين. أيه. وقبلها طبعا كنت مساعدة مخرج. أيه. طيب هل ساعدك كونك مساعدة مخرج على انك تكوني ممثلة جيدة؟ اي ما في شك، لانه مساعدة مخرج كنت دائما اشتغل بالبرامج، شوف اخطاء غيري، فلما انا جيت مثلت اتحشيتها يعني. كنت لاحظ كثير اخطاء عند الممثلين مثلا. طيب. لما انا مثلت كنت عم بتحاشيها دائما. طيب بحكم زوجك هو مخرج كمان، أيه. برايك كمان هذه ساعدت على نجاحك؟ اي ما في شك كمان. يعني مش لانه جوزي، لانه هو بطبيعته يعني لما بيعمل مسلسل بيبرز موهبه الممثل. هذا اذا في عنده موهبه. اي طبعا. فانا ساعدني انه برز لي موهبتي. بالنسبه لحديث السيده هند عن زوجها، تذكرت خبريه بسيطه جدا. الأستاذ أنطوان من الأشخاص الصامتين جدا، يعني إذا حكى بيحكي بهمس وبالمناسبات والأعياد الرسمية. ففي مرة نزل أنا وياه بنفس الأوتيل، نايمين سوا بنفس الفندق بنفس الغرفة، كل الليل أنطوان يحكي هو نايم مروبس ويحكي، وأنا منتظره. طلع الضوء، فالصبح بقول له يا أنطوان مش معقول شو حكيت امبارح بنومك. قال لي ليش مدام هند عم تترك لي مجال احكي بالنهار؟ لا هيدي من تأليفك. لا شوفي، هو بالواقع معلش المشاهد لما يشوف ممثلي أو ممثل بيحبه على وبيحبه على شاشة التلفزيون بيتصور أنه بالفعل كما تمثل الدور هي بالحقيقة هيك. يعني كل الناس بيشوفوكي أو تعودوا يشوفوكي تمثلي أدوار العاشقة المستمرة. هل أنت عاطفية فعلا كما تظهرين في المسلسلات التلفزيونية؟ ايه أنا عاطفية كتير. يعني أساسا أنا لو ما بحس بالمشهد اللي عم مثله يعني عم بعطيه ما بقدر مثله. طيب بتفضلي انه كل ادوارك اللي قدمتيها لحد هلا معظمها كلها ادوار غرام وحب ما هيك؟ ايه. طيب هذه ما بتشكل مثلا مشكله بالنسبه لزوجك المخرج مثلا؟ لا، ان يرى زوجته الممثله في وضع عاطفي معين مع ممثل. لا ليش ما تشكل له مشكله؟ ما انا عم مثل دور يعني شو. طيب هند، في حياتك العاديه انت امراه بتعدي حالك هادئه الطباع او غضوبي او سريعة الانفعال؟ انا عصبية بس قلبي كتير طيب، جد يعني كتير قلبي طيب. انا دغري كتير، مشان هيك بتلاقيني بتضايق لما بلاقي الناس ما بتكون دغري معي، فبيعمل لي شوك هيدا بتضايق كتير. طيب دخلك لما سيدي بتبقى ممثلة ناجحة بيبقى في عندها مشاكل في حياتها مع الناس، في معاطاتها مع العالم؟ شوف أنا كتير مختصرة، يعني الحقيقة أنا كتير مختصرة، يعني أنا ما بعاشر كتير، أصدقائي كتير معدودين، فما عندي مجالات أن يكون عندي مشاكل مع العالم. طيب جانب آخر من حياة السيدة هند أبي اللمع، صوتك حلو. يي. لا أصبر. شكلك حلو عرفنا، بس صوتك ما تجهز كتير أبدا. نشاز. لا أنا بعرف سمعتك مرة عم تغني مع المرحوم فريد الأبراش. أنا؟ إيه بتدندني معه كنت. أصبر. يعني بدندن يعني هيك هيك عشية على البسيط، بس اني غني ما حاولتي ولا مره ثانيه؟ لا ما بينفع ابدا، لانه معظم الممثلات خاصه لما بينجحوا بيصير يتجهوا كمان الى ابراز مواهب اخرى كالغناء مثلا او لا ما عندي. طيب بتنظمي شعر مثلا؟ ولا هيك. بتكتبي رسائل مثلا معينه؟ لا هيك او كتابات معينه؟ لا بقرا. ايه بقرا كثير يعني ما اضيع وقت على قراءه الحقيقه هيك.
بحب اتسقف يعني، بس انه بنظم شعر اصلا ما بعرف، صوتي بحسه شوي نشيز ما بعرف ليه. صوتك الحديث ولا الغناء؟ هيك انا عم بحكي حتى ما بعرف، هي بنترك الحكم للجمهور. هذا رأيي ما بعرف. على كل حال في نهاية لقائنا الحلو معك يا سيدة هند، ممكن نعرف لمحة موجزة سريعة عن مجمل الأعمال اللي عملتيها؟ كم مسلسل تقريبا؟ أنا عاملة 9 مسلسلات. 9 مسلسلات لحديت هلا. ما شاء الله ما شاء الله. وإذا الله بيريد في على الطريق 4 سنة هاي، لأني وقفت يعني وقفت سنة كاملة أنا. نعم. من حزيران لحزيران ما عملت شيء، ثاقبت هيك يعني. عادة أنا أكتر شي بعمل يا واحد مسلسل أو اثنين بالسنة. صادفت هيك هاد السنة هيدي، تراكموا فوق بعضهم، مضطرة نفذ الأربع يعني. 4 مسلسلات في سنة واحدة يعني. ممكن نعرف شي لمحة سريعة عن أفكارهم أو عن أسمائهم أو أبطالهم؟ في واحد اسمه الكوخ القديم، هذا بده ينعمل برا. في أسا توني يعني كاتبها، بعد ما إلى اسم يعني ما فيني احكي عنها. قصتين قاص اصلا هو اللي كتبهم، هو كتبهم هو. ما فيني اقول اسميهم لانه بعد ما من الاسم بعد. وفي رحله ذات صباح مفروض اني اعمله في القناه 11 مع استاذ جون فيار. طيب الابطال البطوله الرجاليه في المسلسلات كمان ما فيني احكي يعني، بتعرف يعني ما بصير مثلا انا لا بتنفع. طيب شكرا. سيدة هند باللمع، ومنورينك جدا على هذا اللقاء الجميل، ونتابع مع الاعزاء المشاهدين رحلة